دانا أبو شمسية مباشرة في القصر المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية ومعها المزيد من التفاصيل. أحييك دانا. يبدو أن نتنياهو يستمر ويصمم على الحرب، سواء كان في قطاع غزة أو على الهجمات والغارات والموجات المتتالية على لبنان. فماذا عن تفاصيل ما يجري، وخاصة في ظل أيضا معارضة حتى من لابيد وبعض الوزراء في حكومة الطوارئ حول ما يجري؟ بالفعل حساني، يصر نتنياهو على إحراج الولايات المتحدة الأمريكية تارة، عندما تحدثت هذه الإدارة في السابق أن التوصل إلى وقف إطلاق نار بات وشيكا وبأنها الفرصة الأخيرة فيما يتعلق في ملف غزة، كان يخرج بنيامين نتنياهو وينفي هذه الأقاويل. اليوم تماما حدث كما كان يحدث في قطاع غزة. هيئة البث الرسمية كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول بأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان لمدة 21 يوم قد يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات قادمة، أي أن اليوم لربما كان إعلان وقف النار. رغم كل هذه التصريحات وهذا التفاؤل الأمريكي الأوروبي وتحديدا الفرنسي وكذلك العربي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار، خرج مكتب بنيامين نتنياهو لنفي كل هذه الروايات. قال مكتب بنيامين نتنياهو بأنه بالفعل هنالك مقترح أمريكي فرنسي، ولكن حتى اللحظة لم يرد مكتب بنيامين نتنياهو على هذا المقترح. كذلك الحال، قال بأن هنالك استمرار للغارات والعمليات الإسرائيلية العسكرية على جنوب لبنان، وعادت إلى الواجهة قطاع غزة والعمليات العسكرية فيها، حينما قال بأن القتال في قطاع غزة مستمر حتى تحقيق أهداف الحرب. هذه التصريحات سمعناها مرارا وتكرارا على لسان بنيامين نتنياهو، ولربما بعض المحللين قرأ ذلك بأن نتنياهو يحاول حصر حزب الله أمام أمرين أحلاهما مر، إما القبول في هذه الصفقة دون أن تكون غزة مرهونة بوقف إطلاق النار، وهذا في طبيعة الفعل ما لا يرغب به حزب الله لإقامته وإتمامه، وإما يود نتنياهو أن يقول للمحافل الدولية بأنه عرض صفقة لوقف النار على حزب الله وهو رفضه، لذلك يأخذ الضوء الأخضر والشرعية الدولية لاستمرار غاراته وعملياته. يعني هو في هذه النقطة بالتحديد دانا، يعني هو يقول نتنياهو أنه يريد المفاوضات أن تستمر تحت ما يسمى بالحرب أو الضغط على وقع النيران، فهل هو يريد هنا أن يكتسب يعني مكاسب شخصية له سياسية، وبالتالي هو يريد أن يصل إلى أقصى ما يريده في هذه المفاوضات لذلك ويستمر في هذه الحرب على لبنان؟ كل إمادة الحرب أصلا في قطاع غزة واستمرار هذه الجبهات السبعة التي تتحدث فيها المؤسسة الأمنية التي تواجهها إسرائيل، ما هي إلا لمصالح استراتيجية أيديولوجية شخصية لبنيامين نتنياهو. وهذه أصابع الاتهام التي توجه إليه ليس فقط من المعارضة، من عوائل المحتجزين وحتى من بعض أعضاء ووزراء في داخل هذه الحكومة الإسرائيلية، بأن نتنياهو يحاول إمادة هذه الحرب حتى لا يعود إلى المحاكمة في المحاكم الإسرائيلية أو في المحافل الدولية، والذي قد تصدر أوامر اعتقال بحقه وبحق كبار أساتذة ورجال الأمن الإسرائيليين. لذلك بنيامين نتنياهو تصريحاته أيضا كان قد قال فيها بأنه حتى إذا ما كنا ننوي الذهاب إلى هدنة، فإن الهدنة أو الاتفاق أو الإطار التفاهمي سيكون في خضم هذه الحرب، أي أنه لن يوقف الحرب والغارات على لبنان لمدة 21 يوم لمباحثة الوصول إلى هدنة دائمة، بل أنه أثناء الحرب يمكن الحديث عن مفاوضات، وبأنه لم يعطي أمر بتخفيف هذه الغارات كما كانت قد نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو. هنالك بعض التسريبات بأن نتنياهو كان قد قال بأنه لا ضير من تخفيف هذه الغارات في ظل الحديث عن مفاوضات. لربما الضغط الذي ما مورس على بنيامين نتنياهو من داخل الحكومة الإسرائيلية، نتحدث عن رأس الهرم الأكثر يمينية وتطرف سموتريتش الذي رفض هذه الصفقة وقال أن يجب أن يعني يتم نسب حزب الله. وزيرة الاستيطان الإسرائيلية كانت قد قالت بأنه لا 21 ساعة حتى يجب أن تمرر هذه الصفقة، لا 21 يوم. كذلك الحال وزير الثقافة والرياضة، عضو لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي، حتى جدعون ساعر وغيرهم العديد من الوزراء كانوا على
على رأسهم في طبيعة الحال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كات، كلهم يرفضون إتمام هذه الصفقة. نعم. حتى المعارضة الإسرائيلية التي كانت تنادي في ضرورة إتمام الصفقة وعلى رأسهم لبيد كان قد عارض وقف النار في لبنان، وكذلك الحال قبل قليل هنالك كان خبر عاجل عن رؤساء مجالس البلدية المحلية في الحدود الشمالية كانوا حتى يرفضون إتمام هذه الصفقة، الذين يطالبون بالوصول إلى تسوية وهدوء لإعادتهم إلى منازلهم ومستوطناتهم هناك يرفضون هذه العملية، أي عملية وقف إطلاق النار، ويقولون وأخيرا بدأت إسرائيل تدافع عن الحدود الشمالية في هذه العملية العسكرية، وبأن مثل هكذا عمليات قد تلجم حزب الله عن استمرار العمليات هناك، ولربما يستطيعون العودة إلى منازل. إذا نبقى ما بين تحركات لمفاوضات أمريكية أوروبية عربية وما بين تصميم نتنياهو على البقاء فيما يبدو على الأرض وشن هذه الحرب المستمرة. في التفاصيل الواضحة أشكرك عليها دانا أبو شمسية، كنت معي مباشرة من القدس المحتلة، أشكرك دانا.